الشيخ شريف عزاع الشهيد بابا عبي المصري، ما رأيك في جمعة التي دعا إليها الصوفيون وبعض الفئات، فئات الشعب، جميع ائتلافات الجبهة الوطنية والمشايخ، مسميات كثيرة، حوالي 42 مسمى، فما رأيك في الجمعة دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الجمعة التي تسمى بجمعة حب مصر، فلا شك أن جمعة 29 يوليو كانت أيضا جمعة في حب مصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. فالوطن محبوب لكل المصريين، كل مصر تحب مصر. فلماذا هذا التقسيم؟ أرى أن هذه الجمعة هي تقنين للتقسيم والتفرقة. فالإسلاميون رضوا بحكم الصناديق الانتخابية، وهؤلاء الطوائف التي دعت إلى هذه المليونية هم جميعا انقلبوا على اختيار الشعب بعد استفتاء 19 مارس، وكما وصفهم الدكتور معتز بالله عبد الفتاح في مقالاته المشهورة إما فيها أو أخفيها، فذكر بأنهم لم يرضوا بها. وكما قال الدكتور أستاذ عصام سلطان: الديمقراطية التي لا تأتي بنا لا نريدها. فهي هذه الحقيقة التي ينقلبون عليها. فنحن قبلنا بحكم الشعب واختيار الشعب، وهم أبوا إلا أن يملون وصايتهم على الشعب فيما رونه أنه الصواب والحق، والشعب يريد الإسلام ويريد تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. ونحن رضينا وارتضينا بحكم صناديق الانتخابات، وهم إذا كانوا يستطيعون حشد هذه الملايين كما زعموا قبل ذلك في مليونية 8 يوليو وهذه المليونية في 12 رمضان ونحوها، فلماذا لا ينشغلوا في الإعداد من الانتخابات من الآن حتى لا يكون بعد ذلك لم تكن عندنا فرصة ولم نكن نستطيع التنظيم، وأن هذه الانتخابات لا يستفيد منها إلا طائفة واحدة أو طوائف واحدة أو نحو ذلك. فإذا كان عندهم هذا الجهد الكبير، فلماذا لا يبذلوه في الإعداد للانتخابات ولنشر أفكارهم ودعوة الناس إلى ما يدعون إليه صراحة؟ ومن يحب مصر يكون صادقا مع أهل مصر ويكون صادقا فيما يقول، فلا بد من تصديق القول بالفعل، وليس نقول فقط ديمقراطية ديمقراطية، فإذا ما حكمت بالديمقراطية بمن يخالفنا رفضنا ذلك ولم نرضى به ولم نعترف به وانقلبنا عليه، ثم نرفع شعارات تلو الشعارات وإملاءات فوق الإملاءات وتحكمات ديكتاتورية أكثر من ديكتاتورية المخلوع. فلا داعي لهذه المليونيات، وهتفتح الباب للمنافسة. فإن جابوا بمليون، فالإسلاميون حضروا تقريبا بدون نساء، وما لم يتسع لهم الميادين والشوارع التي في ميدان التحرير، فإذا ما خرجوا بنسائهم وأطفالهم وأولادهم سيملؤون ميادين مصر كلها. وأيضا الأغلبية الصامتة هي لا ترتضي إلا بالإسلام، وكل منصف لا يرضى إلا بالإسلام. فأنا أنصحهم ألا يفعلوا ذلك حتى لا ينفتح الباب بعد ذلك لقيام أو اعتكاف في ميدان التحرير في العشر الأواخر، ويعني يظهر كم عدد هؤلاء وكم عدد هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.